نعود إلى سيد نظير الكندوري. أستاذ نظير، كما شاهدنا في هذا التقرير، يعني صحيفة الاندبندنت قدرت أعداد الضحايا في مدينة الموصل من جراء هذه المعارك ب40,000 مدني وعشرات الآلاف من الجرحى وانتهاكات طبعا لميليشيات الحشد. يعني هل يعد هذا نصرا في الموصل؟ يعني أنا قلتها في مقالة سابقة، إذا كان العبادي يعتقد أن النصر تحقق على الشعب العراقي فهو نصر بالنسبة له يعني بالتأكيد، أما إذا كان يقصد أن الشعب العراقي قد انتصر على الإرهاب فالحقيقة بعيدة عن هذا تماما. كانت النتيجة في الموصل أن خسر الشعب خسارة هائلة، حتى وإن كانت هو يقاتل مجاميع إرهابية أعدادها لا تتجاوز بضع مئات، لكن قد حطم مدينة تعتبر ثاني مدينة بالعراق من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان وحتى من حيث الأهمية الحضارية التي فيها. الأرقام التي ذكرتها يعني هي أرقام تبقى ليست دقيقة، وربما الرقم مرشح لما هو أكثر من ذلك، لأنه لحد الآن يعني بالذات الجانب الأيمن لم يقومون يعني بنبش الأنقاض التي لحد الآن هناك يعني تحت الأنقاض المئات ربما، وحتى التقارير تشير إلى أن هناك يعني جثث المدنيين ما زالت هي تحت الأنقاض، لم يتم انتشالها منذ نهاية الحرب ولحد الآن. بل ذكرت في التقرير هو موثق، تقول أن الأرقام التي حصلت عليها من يعني المستشفيات والمشارح التي تنقل إليها الجثث كان الرقم يتجاوز 9,000، وهذه الأسماء يعني أنا أقول لك في المشارح معناها أنه هذا الضحية هو موثق باسمه وتأخذ له صورة ومعروف تماما بأنه هذا القتيل هو مدني فقط الموثق. أما الأعداد الأخرى التي لم يتم الحصول على جثثها ما زالت تحت الأنقاض. من أجل ذلك عفوا مثلا وكالة الأسوشيتد بريس قدرت بأحد عشر ألف مدني فقط، بينما الاندبندنت انفردت بهذا الرقم 40,000 قتيل وعشرات الألف. طبعا هي اعتمدت في يعني اعتمادها على هذه الأرقام من شهادات عوائل المفقودين، يعني عندما العائلة لا تستطيع أن تجد يعني عضو الفرد من هذه العائلة وهو في مكان الذي كان يسلط النار بكثافة فهو بالتأكيد أحد القتلى، واعتمدت على يعني هذه الشهادات الناجين من هذه المعركة لتوثيق هذه الأعداد. لكن المشكلة أن هناك ليس فقط بالكمية الهائلة من الأرقام الأعداد الضحايا، إنما الاستهانة بهذا الأمر. عندما يسأل أيضا يعني وجه السؤال إلى قوات التحالف، فكان الجواب أن في حادثة معينة أنه تم قصف بناية سكنية بقنبلة تزن 500 باوند، وكان العذر أنه يوجد فيها بعض القناصين. كانت حصيلة هذا القصف لهذه البناية أكثر من 110 قتلى. هل يا ترى يعني الخسارة يعني ضرب هؤلاء القناصين يبرر هذا العدد من القتلى؟ كان هناك استهانة يعني متعمدة في حياة الناس المتواجدين في الموصل. يعني حقيقة هذا الحدث لو حدث في الولايات المتحدة أو في أي دولة أوروبية هل كان سيكون رد فعلهم طبيعي وعادي لتبرير؟ إذن قبل أن أعود السيد ضياء الشمري عبر الإنترنت، يعني نريد أن نسأل برأيك ما معايير النصر لدى الحكومة وحتى القوات المتحالفة والتحالف الدولي في معركة الموصل؟ يعني نحن نخرج بنتيجة من خلال كل المعارك التي خاضتها الحكومة العراقية وميليشياتها وبالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن النصر بالنسبة لهم هو السيطرة العسكرية على المناطق، حتى لو كانت السيطرة عبارة عن تحويل مدن إلى أرض صفصاف يعني لا يوجد فيها أي معلم حضاري. هذا يعتبروه نصر، حتى لو تم تهجير جميع سكان تلك المدن. يعني هذا النصر بأي معايير وبأي قيم أخلاقية يمكن اعتباره نصر؟ حقيقة هذه هزيمة أخلاقية سواء للحكومة العراقية أو لقوات التحالف. وصل الأمر في المعايير التي تحملها الولايات المتحدة من الدنو ووصول إلى الدونية في موضوع الأخلاق، أنهم في آخر خبر الرئيس ترامب يهدد الدول التي سوف تصوت على
نقض قراره بالاعتراف بالقدس. وصل إلى هذه المرحلة، هو يتعامل ببلطجة مع الدول، دول العالم. فهذا يعني معيار جديد من الخلقية المتدنية في العالم.